انتكاسة للبشر على وجه الأرض
بسبب مخالفتهم لشرع الله، لم يسيروا على المنهج. مثلا صلوا على الحبيب، الله عز وجل نهى عن الظلم، قال لك ان الظلم ظلمات يوم القيامه ولا تظلم. ليش لا تظلم؟ لان ما يترتب على الظلم امر فاحش، فساد، سرقات، استغلال، رشاوي، اعتداء على الحقوق والانفس والاعراض والاموال بسبب الظلم. لذلك برر الله تعالى فعله في اهلاك الامم بسبب ظلمهم. قال: وتلك القرى اهلكناهم متى؟ لما ظلم، اي عندما، واجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال ايضا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها ايه؟ مصلحون. يعني اذا تحول اهلها الى مفسدين انذر بالعذاب. اذا سبحان الله، يعني جاء الدين لخدمتي انا؟ نعم. وليس لي انا فقط، لخدمه الانسان. شوف الايه اللي يغفل عنها كثير من الناس، واي بسيطه الكثير منا يحفظها. يقول الله عز وجل: يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا، شو ماله؟ فملاقيه. وهذا رد على من يقول ان الانسان مجرد انسان بغض النظر عن دينه عن عقيدته، هل يثاب على فعل الخير ان فعله؟ سؤال. هناك مدرستان، هناك من يقول ابدا لا يثاب لانه كافر وليس بعد الكفر ذنب مهما علم من مليح عجهنم وليس المصير حتى لو كان مليح. اما اذا قال لا اله الا الله ومات عليه كان اسوا الناس واهلك الحرث والنسل وسعى في الارض فسادا فهو من اهل الجنه. والله يشكي. وفي بعض الناس، يعني يقول الناس العلماء مدرسة أخرى، يقول الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، لأن هنا الآية تخاطب من؟ مش المؤمن. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. متى سيلاقي؟ في الآخرة. وقالوا هؤلاء أن الإنسان يثاب على فعله بغض النظر عن معتقده، ولكن يخفف عنه إذا دخل النار. الدليل طبعا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني كل شيء بحسابه. فالدين جاء للإنسان، والقرآن خاطب الإنسان كما قلت أنا قبل خطبة أو خطبتين، أن تتكلم مع القرآن وأن تحاور القرآن وأنت مجرد من كل شيء إلا إنسانيتك، عندها تستفيد. آيات الإيمان، عندما تقرأ القرآن وأنت مؤمن وأنت حاسب حالك من المؤمنين وانتهى، أنت من أهل الجنة، ف
فكل آيات الجنة بتعتبرها لك، وكل آيات الوعيد بتعتبرها لغيرك. لن ترعوي عن خطأ ترتكبه، لن يقوم القرآن سلوكك، وهذا ما يحدث في الواقع. تجد بعض الناس يختم القرآن 20 مرة وبعده كذاب، وبيختم القرآن 30 مرة وبعده قاطع رحم. ليه؟ لأنه كل آية فيها جهنم ووعيد وتهديد بيعتبرهاش له. إلى هؤلاء مش إلي أنا، لا، أنا إلي الجنة، أنا إلي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو يسعى في الأرض فسادا. يعني أصبح القرآن يقرأه وهو أعمى لا يستفيد. جعل الله بينه وبين القرآن حجابا مستورا، ولا يزيده بالقرآن إلا نفورا. أما المؤمن حقيقي المجرد يدخل القرآن كإنسان، وإذا قرأت القرآن كإنسان ستجد فيه أسرارا لا يعلمها المؤمن. فخطاب النبي عليه الصلاة والسلام وخطاب القرآن بالأساس للإنسان عامة، وهناك تشريعات جاءت لتنظيم حياة الإنسان، حتى علمت كيف تدخل بيت الخلاء، وعلمت كيف تدير دولة باقتصادها بجيشها باجتماعها بكل ما تملك من مقوماتها. هذا الدين جاء لخدمتك، جاء لأن تعيش الحياة الطيبة. تصور أنت لما تحكم بالعدل، لما تحكم بالعدل وتشعر بالأمن وتتوفر لك لقمة العيش وأنت آمن في بيتك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال من بات في سربه آمن، أي في مجتمعه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا من جميع أطرافها. الله أكبر، مش ناقصة إيش؟ شريك الله عز وجل بقول فليعبدوا رب هذا البيت اللي شو عمل؟ الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. لكن لم يأتي الإسلام بترويع الآمنين، ولم يأتي لقتل الناس بشكل عشوائي، مستحيل، والله ما هو دين أبدا. هذا الدين يوصى الله عز وجل به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ما ينبغي أن نتفرق باسم الدين، وقد فعلنا، فعلنا للأسف، حتى على أصغر الأمور تفرقنا. حتى لو أنك ناقشت إنساناً مسلماً على أي مسألة فقهية فتخالفه الرأي أو تقيم عليه الحجة بحربك، قاطعك، أو أحسن شغلي بتهمك، لأي تهمة مش مهم، بتهمك تهمة وحل يا حل. والأمر لا يستحق أصلاً، لكن ماذا فعلنا نحن؟ ومش نحن بس، فقط عبر التاريخ أيها الأخوة، جعلنا الأصل فرعاً وجعلنا الفرع أصلاً، واختلفنا على الفرع وجعلنا اختلافنا فيه هو الأساس، وبناء عليه كفر الناس بعضهم بعضاً. هذا مرتد، هذا مشرك، هذا فاسق، هذا كافر، هذا يستتاب، هذا لا يستتاب، هذا حلال.
لكن لو راعينا مصالح العباد ايها الاخوه لراعينا مصلحه الشريعه. لذلك علماؤنا القدامى ماذا قالوا؟ قاعده فقهيه ذهبيه، قالوا درء مفسده خير من ايه؟ من جلب منفعه. لان الاساس في الدين درء المفاسد. درء ايه؟ المفاسد. والنبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الشامل الكامل القاطع المانع، قال لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. لا ضرر، هل هي النفي للجنس نقصد اسمها، ولا ضرار، ضرر هو مصدر من الضرر، يعني ما ينبغي ان تضر نفسك ولا تضر الاخرين في اي شيء البتة. إن فعلت ذلك فأنت بعيد عن دين الله. يعني دين الله جاء من أجل ماذا؟ اعكس الحديث، من أجل المنفعة، منفعتك أنت ومنفعة الآخرين. كل الأنبياء على فكرة، لماذا حرقوا أنفسهم الأنبياء؟ لماذا كان النبي أن يهلك نفسه؟ فلعلك باخع نفسك على آثار من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. من حرص عليه بنت منفعته تماما كحرصك على ابنك او اشد. انت لما تشوف ابنك انحرف تنحرق من داخلك. من اجل ماذا؟ حرصا على مصلحته. هكذا هم الانبياء. النبي كان يهلك نفسه. الله اشفق عليه. فلعلك باخع نفسك ما لك. لا تنظر اليهم، اللي ما بده يؤمن حر، من شاء فليؤمن من شاء فليكفر، في حساب. ليس عليك هداهم، ما عليك الا البلاغ. وكل الانبياء ديدنهم قصيدتهم شعارهم معروفه في الانبياء، في قصص الانبياء في سوره القصص، إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت. يا قوم إني لكم ناصح أمين. هذا هو شعارك أنت كمسلم. مصلحة الآخرين بما فيها مصلحته، هذا الدين. هيك أنا فاهم الدين. لا قصف ولا قتل ولا بالقوة ولا بالعنف ولا بالإجبار ولا بالإكرام ولا أنانية ولا استغلال ولا ضرر ولا سيف ولا حرب ابدا الا في استثناءات ان فرضت عليه لا حول ولا. سيدنا عمر رضي الله عن عمر قال لا تسالوا الله لقاء العدو، ما تتمنوش الحرب، ولكن اذا لقيتموه فاسالوا الله الثبات. شوف الفن، شوف الفن في الفهم الحقيقي للاسلام. لا نحب الدم ولا نحب القتل ولا نسعى للحرب ايا كانت، لا حرب طائفيه ولا مذهبيه ولا سنيه شيعيه ولا عربيه عجميه ابدا، ملهاش علاقه في هذا الكلام. لا اكراه في الدين قاطبه، ما ينبغي، بل بالعكس نحن نريد مصلحه الناس، نحن نريد سعادة البشر في الدنيا والآخرة. هذا الهدف من دين الله، هذا الهدف من بعثة الأنبياء، هذا الهدف من إرسال الله عز وجل الرسل وإنزال الكتب. فثمة شرع الله أينما تكون مصلحة العباد. وللحديث بقية، أو كما قال ادعوا الله أن تنقوكما بالإسلام. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إذا أيها الإخوة، لما كان لا ضرر ولا ضرار في الإسلام حتى
الإسلام عليك أن تؤذي نفسك أو أن تضر بنفسك. ناهيك عن ضرر مين؟ الآخرين. لذلك حرم الانتحار. ليه؟ لأنه أنا متلفة لنفسك التي جعلها الله أمانة بين يديك فما رعيتها. صليت على النبي. إذا إتلافك لنفسك وهي لك تابعة حرام، فما ظنك بإتلاف نفوس الآخرين وهي ليست أشد حرما؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، توفنا مولانا وانت راض عنا، فرج كربنا، يسر أمرنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأنت يا مؤذن أقم الصلاة. الله أكبر.